السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد. واثنين، اعمل لايك وشير للفيديو ده. خلاص ريكاردو سواريز جاي في الطريق علشان يتولى تدريب النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره الجايه. النهارده نادي جيرفي سنتي اعلن خلاص رسميا انتهاء وتم فسخ العقد بالتراضي ما بين المدير الفني والنادي ودفع الشرط الجزائي اللي هو 250 ألف دولار، وموعد وصول المدير الفني ان شاء الله هيكون بكره. بكره طبعا في مباراه النادي الاهلي وسموحه في الدوري المصري ان شاء الله. سامي قمصان برضو يكمل ابهرنا ويفوز بثلاث نقط ان شاء الله في الدوري بكره. من بعد المباراه على طول المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز هيتولى تدريب النادي الاهلي بالطاقم اللي جاي معاه. هو جايب اربع مساعدين معاه، اثنين واحد مخطط احمال واثنين ومدرب حراس ومعاه اثنين محللين بيانات او محللين اداء. اول طلباته من النادي الاهلي كانت ان هو عايز تقرير مفصل بالتواريخ وبالارقام عن كل لاعب في النادي الاهلي وتاريخه عامل ازاي، كل الدقائق اللي شارك فيها، مستواه حاليا. عايز تقرير شامل ووافي عن كل حاجه تخص كل لاعب موجود في النادي الاهلي حاليا. عايز تقرير مفصل عن كل لاعب شارك كام مباراه الموسم ده. طب ايه موقفه من الاصابه؟ تاريخ الاصابات بتاعه عامل ازاي؟ ولو اللاعب مصاب حاليا طب موعد عودته من الاصابه امتى؟ طب لما يرجع من الاصابه كان عنده نفس الاصابه دي متكرره قبل كده ولا لا؟ طب شارك قد ايه؟ طب النادي الاهلي استفاد منه قبل كده ولا ما استفادش؟ عايز تقرير مفصل عن كل حاجه وكل لاعب موجود داخل النادي الاهلي. حاليا النادي الاهلي بيجهزوا التقرير ده عشان يسلمه للمدير الفني الجديد اول ما يجي، عشان يبقى حاطط ايده بشكل مبدئي على الفريق وعارف مين القوام الاساسي ومين اللي يقدر يعتمد عليه في الفتره الجايه ومين اللي يبدا يجهزه للمرحله الجديده ان شاء الله. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.